السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. سنشرح لكم فتح علبة جيم السيك. وردتنا عديد من الأسئلة حول هذه اللعبة وكيفية تركيبها وتشغيلها. إذن إخوتي كما ترون تجدون 2 من الكابل، تقوم بتركيب كابل HDMI هنا من هنا في هذه الفتحة، وكابل الشحن هنا، تقوم بتركيب هذه إضافة البلوتوث USB بتركيبها هنا، كارت ميموري إخوتي ستجدونها هنا. عند تركيبه في الشاشة تقوم بإدخال هذه في فتحة USB وهذه في فتحة HDMI، يقوم هنا باشتغال ضوء أزرق. بعد ذلك إخوتي تقوم بتركيب البطاريات هنا، تقوم بتركيب بطاريات من نوع 4 أو كات، تقوم بتركيبها، تشغيل المانيت من هنا إخوتي، الضغط على جهة ON، ثم تقوم بتشغيل هذه المانيت، وأيضا تقوم بضبط الشاشة على HDMI. إذن تقوم بتشغيل لعبة عادي إخوتي، تقوم باختيار أي لعبة تريد، تجد عدة ألعاب أتاري، تجد بلاي، تجد عديد من الألعاب القديمة تستطيع لعبها بكل سهولة إخوتي في الله. اللعبة رائعة رائعة جدا. بعد تجربتها لمدة شهرين الحمد لله لم نعاني من أي مشكل من خلال هذه اللعبة. إذن إخوتي مرحبا بكم، في أي استفسار اتركوه لي في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.